وعايزه اقول الخلاصه بصراحه، يعني مش قادره، انا ماسكه نفسي لازم اقول الخلاصه. الناس اللي راشقه في حياتنا بنبقى احنا السبب. اه طبيعي جدا هنلبس حاجه جديده، هنركب عربيه لازم نبينها. ناس كتير هترد عليا دلوقتي تقول لي ايه يا ايمان، ما في نجوم كبار قوي طالعين بعربياتهم واسرهم وفلوسهم وما بيحصل لهمش حاجه، ايش عرفكم ان هم ما عندهمش مشاكل؟ تعرفين لو دخلتوا بيوت النجوم دول هيصعبوا عليكم، والله والله هيصعبوا عليكم. فمش مش ده المقياس، لكن خليكم دايما دايما عندكم يقين بربنا، ان ربنا عادل، ان انا حياتي واخد ال 24 قيراط، لا ناقصين ولا زايدين. فلو انا بقى عندي اليقين ده، عمر في حياتي ما هبص في حياة غيري، عمر في حياتي ما هبص في شنطة غيري، عمر في حياتي ما هبص لجوز صاحبتي او جوز اختي، عمر في حياتي طول ما انا عندي يقين ان ربنا موجود وانا كل الخير ربنا عامله معايا. وكلنا مش زي بعض، كلنا مش زي بعض.